غاية المأمول هو شرح من شروح الورقات. الغاية لإمام من الأئمة الكبار وعلم من الأعلام الثقات وفقيه من الفقهاء المعتبرين في المدرسة الشافعية هو الإمام الرملي الشهاب، عرف بهذا اللقب لأنه يسمى بأحمد، كل من تسمى بأحمد يطلق عليه شهاب، وكل من تسمى بشمس بمحمد يطلق عليه شمس. اللي منكم اسمه أحمد يبقى الشهاب، ومن منكم اسمه شمس محمد يبقى إيه؟ يبقى شمس. فاهمين؟ فإيه ده؟ هو أحمد ابن حمزة، كنيته ولقبه أبو العباس، كنيته أبو العباس ولقبه شهاب الدين الرملي المنوفي الأنصاري، منوفي لأنه من منوف، الشافعي لأنه نسبة إلى مذهبه الفقهي، الإمام لأنه صاحب مدرسة ومتبع، العلامة يعني كثير العلم، الناقد الجهبذ، ناقد لأنه مصحح، اذهب كده لحاشيته على أسنى المطالب ستجده ينقد الأهراء ويصحح الصحيح ويضعف ويقرر ويرد وهكذا. شيوخه، وطبعا الإنسان يشرف ويرتفع بذكر شيوخه، أخذ عن القاضي زكريا الأنصاري وانتفع به، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يعني من أخذ عنه كفاه، ومن طلب تحت قدمه يعني لا يطلب بعده أحد، وكان يجله، كان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يجل الإمام الرملي الشهاب، وأذن له في الإفتاء في حياة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو مدرسة من المدارس الكبار في الفنون المتعددة، أذن للشهاب الرملي أن يفتي، والإفتاء لم يكن حينئذ بشهادة من أكاديمية معتمدة، وإنما كان على حسب ملكاتي وإمكانياتي ذلك الشخص، هل بلغ من البراعة والتبحر في الفقه ودراية الآراء والأقوال وفهم الواقع مبلغا عظيما أم لا، فإن بلغ أذن له في الإفتاء بالشهادة، وبيقدم بحثين ولا ثلاث أبحاث وينجح فيهم، لا ده كان متابع متابعة دقيقة من صغره إلى كبره من شيخه الذي عينه بعد ذلك وأذن له في أن يفتي للناس. ولشيخ الإسلام فتاوى ومطبوعة، والشهاب الرملي فتاوى ومطبوعة، وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد مماته، وهذه لا يصل إليها إلا من تعمق في فهم منهج شيخه. يعني شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أذن للرملي الشهاب أن يصلح في مؤلفاته، مؤلفات شيخ الإسلام في حياته وبعد وفاته، وإن لم يراجعه قال له يا شهاب إن رأيت شيئا يحتاج إلى إصلاح في البهجة في التفسير في كذا في كذا من كتبي فأصلحه، سواء كنت على قيد الحياة أو كنت ميتا، وقد فعل وأصلح مواضع عديدة. معنى إن أنت يأذن لك شيخك في هذا؟ لقد بلغ به من الثقة بك وبعلمك وبفهمك، وأنك قد أخذت منهجه وفهمت مراده، إلى أن يوثقك ويجعلك تصحح في كتبه. لا، العبارة ديت مش مضبوطة ولا دقيقة، يغيرها. ده أحد مع شيخ الإسلام إلى أن شرب، ده ثبت حتى نبت،
ها هو العلم، ها هو التلقي. ينبغي للإنسان أن يثبت حتى ينبت. أما من يحضر الجلسة والجلستين ثم بعد ذلك يذهب ولا يأتي، فاعلم أنه لن ينبت ولن يثبت ولن يخرج له شعر من لحيته صغيرة. لماذا؟ لأن العلم يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى شرب. ممكن تجلس تقرأ الكتاب ده 4 قراءات، في كل قراءة تجد فيها ما لا تجده في غيرها. حتى وإن وجدت في كل قراءة فيكفيك أنك تتابع العلم وتأخذ البركة، يكفيك أنك تقلب المعلومات، أنك ترتب الذهن على الأبواب وعلى المسائل وعلى العناوين وهكذا. ولم يأذن لأحد سواه، مع أن في تلامذة شيخ الإسلام العدد الكثير والجمع الغفير، لكنه لم يأذن لأحد من طلبته أن يصلح في كتبه إلا لواحد فقط. وهذا دليل واضح على أنه قد بلغ المرتبة العالية جدا في العلم وفي الفهم وفي الدراية وفي الاطلاع. تلامذته، وأيضا التلامذة يدلون على قوة الشيخ إذا كانوا أئمة. أما إذا لم يكونوا على هذا الوضع فلا يدلون على شيء، يحضرون ويذهبون ولا ينتفعون. أما إذا تخرج الأئمة فإنهم يدلون على أن الذي علمهم إمام، لأنه قد أثر فيهم بأنواره وبعقله وبمنهجه. أولهم ابن حجر الهيتمي. في حد ما يعرفش ابن حجر؟ صاحب التحفة وصاحب المنهج وصاحب المؤلفات الكثيرة، الإمداد وشرح العباب وإلى آخره. سيدي عبد الوهاب أحمد الشعراني. حد ما يعرفش سيدنا الشعراني؟ له مؤلفات علمية كثيرة جدا، وله مؤلفات تتعلق بآداب الطريق والتصوف. ونور الدين علي الطنطدائي. ليست لنا اطلاع على مؤلفاته. وبرهان الدين إبراهيم ابن عبد الرحمن، ولكن العلماء قالوا على نور الدين علي أنه من الأئمة ومن العلماء الكبار، التراجم تشير إلى هذا. وبرهان الدين إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن علي العلقمي القاهري، كذلك تثني عليه التراجم خيرا. وولده محمد الرملي صاحب نهاية المحتاج وغاية البيان، وصاحب الغرر البهية شرح المناسك النووية، سيطبع في مجلدين متوسطين قريبا بتحقيق الفقير إلى الله. الفقير إلى الله اللي هو أنا يعني، مش الواحد اسمه الفقير إلى الله. وشمس الدين محمد الخطيب الشربيني. أهو ده بقى اللي ما يعرفوش ما يستاهلش يكون طالب علم. في حد ما يعرفش الخطيب الشربيني؟ صاحب المغني وصاحب الإقناع وصاحب التفسير وصاحب البدر الطالع وصاحب شرح التنبيه وشرح البهجة الوردية. ايه تاني يا نك؟ ومغيث الندى. وشفت انت جايب لي حاجه على يعني قريبه. وفتح الخالق المالك ونور السجين، له مؤلفات كثيره، وشرح منهاج الحليمي، ولي يعني معه وقفات وانتفعت به كثيرا جدا، سواء في قراءتي على مشايخي كنا نقرا مؤلفات الخطيب الشربيني اما المغني واما الاقناع. وشهاب الدين الغزي، ثناء العلماء عليه، وثناء العلماء لا يكون من قبيل كثرة الكلام، وإنما يكون من قبيل الواقع. ده واقع، مش كلام ما يقولونه ولا حقيقة له ولا واقع له. قالوا عنه فانتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية بمصر. يعني هو كان رئيس المشايخ ورئيس العلماء، وده ما كانتش الدولة بتحطه يعني، لا ده كان بيبقى
المدرسة العلمية هي التي تعينه، هي التي تقول بأن هذا قد بلغ في العلوم والدراية والعمق والاطلاع والفهم مبلغا استحق أن يكون فيه هو الرأس وأن يكون هو المقدم. حتى صار علماء الشافعية كلهم تلامذته، ما من أحد في هذا العصر تتلمذ من علماء الشافعية إلا وقد تتلمذ على الشهاب الرملي، إلا النادر الذي لم يتمكن من الوصول ومن الذهاب إلى الشهاب الرملي، منعته ظروفه من أن يلتحق بمدرسة الشهاب الرملي. وكان جميع علماء مصر وصالحيهم حتى المجاذيب يعظمونه. المجاذيب اللي هم مين؟ اللي هم دراويش الصوفية. والمجاذيب يقصدون بها يعني عبارة مدح مش عبارة ذم. المجاذيب ده كان منصب من منصب درويش، يعني درويش يعني ايه؟ يعني هائم في حب الله، يعني عقله مع ربنا وقلبه كله. وقال الشعراني سيد عبد الوهاب كان ورعا، وهذا دأب العلماء، زاهدا معرضا عن الدنيا وما فيها، مستقلا من المطعم والشراب والمنام إلى آخره، صالحا متعبدا ناسكا حسن الاعتقاد، يعني كان يعتقد اعتقادا حسنا في الناس وفي الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في طائفة الصوفية. كان بيعتقد أن طائفة الصوفية طائفة ناس طيبين وبيعبدوا ربنا وذكيرة، وناس يعني لهم في العلاقة الجيدة الحسنة مع الله شيء كبير، الذين كان يجيب عن أقوالهم بأحسن إجابة، يعني كان الصوفية بيسألوا ويجاوب. ويروي عنهم المستطرفات والحكايات، ما الصوفية لهم حكايات ولهم مستطرفات ولهم رؤى ولهم كرامات ويحكونها له وهكذا. وأرسلت إليه الأسئلة من سائر الأقطار، لأنه كان مفتيا عميقا، اجتمع الناس يعني حوله وانتفعوا بعلمه، ووقف الناس عند قوله، يعني كانوا يهتمون بأقواله وبعلمه اهتماما بالغا. الشهاب الرملي هو اللي قال الكلام ده ومعتمد ويعملون به أكثر ممن أدركناهم من مشايخ من أشياخه. ده انتفع الناس ووقفوا عند قوله وعظموا آراءه أكثر من مشايخه. وله مؤلفات كثيرة. الكتاب الأول فتح الرحمن في شرح زبد ابن رسلان، وهذا الكتاب وفقني المولى الكريم سبحانه وتعالى في تحقيقه سنة 2007، وطبعته دار المنهاج. فتح الرحمن هو كتاب شرح زبد ابن رسلان، والزبد كتاب في الفقه الشافعي يقع في 1000 بيت أو 1004. الزبد تقريبا هذا الشرح يعتبر أفضل الشروح على زبد ابن رسلان، لأنني حققته وكتبت عليه حواشي مطولة، لكن الكتاب طبع ولم تطبع الحواشي، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكنني انتفعت بهذا الكتاب انتفاعا شديدا وتفقهت عليه وأخذت منه الكثير. وهذا الكتاب من أفضل شروح ابن رسلان قاطبة، لأنني بعد ذلك اشتغلت في بعض الشروح وانتهيت قريبا، وسيصدر إن شاء الله في المعرض القادم من شرح ابن رسلان على زبده، شرح ابن رسلان على الزبد. لكن عندما قارنت هذا الشرح بهذا الشرح وجدت أن ابن رسلان أجاد في المتن، والرملي الشهاب أجاد في الشرح، وأن شرح الرملي أعمق وأوسع وأفضل من شرح ابن رسلان في وجهة نظري، وقد تكون خطأ
لكن هذا عن دراية، أنا عشت مع هذا وعشت مع هذا وحققت هذا وكتبت عليه حاشية مطولة، وحققت هذا وكتبت عليه ما تيسر من الحواشي، غير أنني لما قارنت بين الكتابين وجدت أن الشهاب أجاد وأفاد في الشرح وأوسع وأعمق وأكثر استفاء للفروع وأكثر استفاء للراجح والمرجوح في المذهب. فهو كتاب، فتح الرحمن كتاب مفيد ليتكم تهتمون به اهتماما شديدا، إن شاء الله نبقى نشرحه لكم. فتح الجواد، فتح الجواد مطبوع، شرح منظومة ابن العماد في المعفوات، وعليها حاشية لسليمان الجمل، حاشية لطيفة قصيرة ليست على طبيعة الجمل، لأن الجمل دائما يوسع النفس في الحواشي، لكنها لطيفة يتكلم فيها عن المعفوات من النجاسات، ذكر فيها يعني ما يربو فوق 60 من المعفوات. حاشية على أسنى المطالب، شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهي حاشية دقيقة ونافعة جدا، ذكر فيها فوائد ونكات، وذكر فيها ما ينبغي أن نصحح من أقوال شيخ الإسلام زكريا وما هو مرجوح وما هو ضعيف، وقيد مطلقات أسنى المطالب، فهي مهمة لكل شافعي يريد أن يكون فقيها شافعيا. حاشي على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري، تحرير اللباب، لكنها ليست مطبوعة، موجودة، موجودة في الأزهرية، وله شرح على شروط الوضوء له، وله شرح على مقدمة أحمد الزائد المعروفة بالستين مسألة. وجمع الشيخ شمس الدين ابن الخطيب الشربيني، شمس الدين الخطيب بقى مش ابن الخطيب ايه بس، فتاواه فصارت مجلدا، موجودة ومطبوعة، وله مؤلفات أخرى غير أنه لم يذكر منها إلا هذه. هذه ترجمة مختصرة جدا، وهذه الترجمة لمن؟ هي ترجمة الرملي صاحب غاية المأمول، شرح ورقات الأصول. ودائما أنا أحب أن أقدم بين يدي أي كتاب، أقدمه بين يدي أي كتاب جديد ترجمة لصاحب هذا الكتاب. طب مين بقى صاحب المتن؟ المتن اسمه ايه؟ اسمه الورقات، اسم المتن كده، ده علم. لمن هذه الورقات؟ لإمام الحرمين. هو إمام الحرمين الذي سماه بسيد الورقات؟ ايه؟ إمام الحرمين هو الذي سماه بالورقات؟ ايوه، لأنه قال في هذه ورقات. ولا الذي يقصد هو؟ لا لا لا، هذه ورقات، علم على هذا الكتاب، لسه هيجي إن شاء الله. هذه ورقات، اسمه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني النيسابوري، والجويني نسبة إلى جوين بضم الجيم وفتح الواو، جوين مش دون، لا جوين، وهي إحدى نواحي نيسابور حيث ولد والده، لقبه يكنى بأبي المعالي، ده أشهر من نار على العالم، ويلقب بإمام الحرمين، قالوا لأنه قد انحصر فيه إفتاء مكة والمدينة، يعني لم يكن هناك مفتيا لمكة والمدينة سواه، وقيل لأنه جاور الحرمين الشريفين، ولذلك سمي إمام الحرمين للمجاورة، أو لأنه صار مفتيا لهما لا يفتى سواه ولا يسأل عن المسائل والنازلات غيره، وهو بلغ من الدرجة أن كان مجتهدا مذهبيا، يعني مجتهد من مجتهدين المذهب. مين بقى اللي عده مجتهد مذهب؟ الإمام النووي. كان يقول لك كده، اسمع بقى الفوائد المهمة دي، الإمام الجويني والغزالي عند الإمام النووي من مجتهدي المذهب،
ومن أصحاب الوجوه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ حاجات مهمة لابد من استيعابها. قال مولده: ولد أبو المعالي في المحرم سنة 419 على أرجح الأقوال. نشأته وطلبه للعلم: نشأ أبو المعالي في أسرة ذات فضل وعلم، لأن أبوه كان فقيه، أبو محمد الجويني، وله كتاب اسمه الفروق، وله كتاب آخر اسمه التبصرة، والتبصرة مطبوع في مجلد كبير. فقد اعتنى به والده منذ الصغر، فقد كان والده أبو محمد فقيها، بل شيخ الشافعية في عصره، يعني بل كان شيخ الشافعية في عصره. طيب يعني أترون شيخ الشافعية يعني يكون ولده إيش؟ هيكون ولده علامة، إمام زيه. نشأ طيب، وكان له مؤلفات عديدة، منها شرح رسالة الإمام الشافعي. والده يعني عارف مين اللي يشرح الرسالة؟ لا يدخل باب الرسالة ولا يقتحم يعني حماها إلا البارع في هذا الفن، العليم بتحليل نص الإمام الشافعي. وكان عمه علي بن يوسف الجويني فقيها أيضا، يعني العيلة كلها فقهاء وعلماء وأئمة. هتنتج إيه؟ إحنا عندنا الآن في مصر عائلة القضاء كلهم بيبقوا قضاء. عائلة العلماء ينبغي أن يكون كلهم علماء. درس أبو المعالي على والده الفقه، طيب يعني كفاه أبوه في التلقي، درس عليه الفقه، قرأ عليه والأصول والتفسير، الله، وقرأ جميع مصنفات والده، ودرس على عديد من العلماء. لم يكتفي بوالده فقط، بل أراد أن يعدد في مشاربه حتى ينضج وحتى يبرع. ورحل في طلب العلم رحلات عديدة، يعني كرحلاتكم أنتم أيضا في رحلة لطلب العلم، فعليكم أن تستغلوها استغلالا حسنا، وعليكم كذلك أن تقرأوا في تراجم العلماء وتراجم الأئمة حتى تعلو هممكم ويزداد تطلعكم وتعلقكم بالعلم. لازم تبقى ليك قراءة في التراجم. أنتم يعني قد سافرتم ورحلتم من أجل العلم، لا من أجل دنيا تطلبون، وإلا لجلستم في بلادكم تحصلون على الشهادات المتاحة لكم هناك. أنتوا اخترتوا الأزهر إزاي؟ العلوم الشرعية بالإرادة ولا بالغصب؟ طيب كلكم أردتم التعليم الأزهري من أجل أن تكونوا يعني أهلا للعلم، وكان ذلك بإرادتكم واختياركم، لم يجبركم أحد. حد أجبرك؟ هل أجبرك والدك على أن تتعلم؟ أنت الذي اخترت، واخترت أن تسافر إلى مصر من أجل أيضا أن تدرس في الأزهر وأن تتعلم وأن تكون في رحلة. ولذلك من مات منكم على كتابه مات شهيدا، مات شهيدا من جهتين. لو مات في مصر بس ربنا يديكم طولة العمر كلكم، بلك يا موسى، من جهة أن الذي يموت في بلد الغربة شهيد، ومن جهة أن الذي ينكب على طلب العلم فيموت عليه شهيد. فالعلم نهايته الشهادة إن كنت مخلصا وصادقا في الطلب إن شاء الله، وأنا أرى فيكم هذا إن شاء الله. قال ودرس على عديد من العلماء، ورحل في طلب العلم رحلات عديدة، يعني مش رحلة واحدة، لا ده سافر إلى هنا وسافر إلى هنا، كدوا واجتهدوا وتعبوا من أجل طلب العلم. فرحل إلى الحجاز، يا الحجاز
وبغداد، ادي تاني بلد، وخراسان، ده اللي احنا نعرفهم، ثلاث بلاد يجلس هنا سنوات وهنا 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 من اجل ان ينزل ويقرا على علمائها. ولذلك ما صاروا ائمه الا بالجد والعرق والاجتهاد، الا بترك المنام، الا بالاخلال من الطعام، الا بانه قد هجر الدنيا وما فيها وترك المال والولد والزوجة والأهل، لأن العلم عنده أحب إليه من كل ذلك. فلما كان العلم منهم بمكان مكين بلغوا فيه أعلى المراتب ووصلوا فيه إلى مرحلة التمكين، وهي التي نراهم. ولذلك عندما يخرج منهم كلام فكلامهم موزون. لماذا؟ لأنهم تأسسوا وتأصلوا وتلقوا وشربوا وتعمقوا وعايشوا العلم، يلهجون به ليل نهار. والتقى بعدد من الشيوخ الذين أخذ العلم عنهم، شيوخه والده فقد أخذ عنه الفقه والأصول والتفسير وغيرهما من العلوم. أخذ الفقه، قرأ كده الفقه من أوله لآخره، وتعلم يعني المعاني الكلية، التصوير والتعليل والتدليل والتفرقة كله، لأنه ما كانش بيقرأ فقه يعني يحفظ متن كده أبو شجاع اللي احنا إلى الآن ما ختمناهوش. ولذلك أنا أرى أننا قد وصلنا إلى تردي علمي غريب عجيب. يظل طالب العلم من أول ما يريد إلى أن يلقى الله وهو يتمنى أن يختم متن أبي شجاع، ولكن أوس الفقه من أول إلى آخر، الأصول من كذال، التفسير. وده على عنه كمان كان بيقرأ على والده، إيه بيقرأ على والده الرسالة، لأن والده شرح الرسالة فأكيد عاشها مع الرسالة، فأعطى أسرار الرسالة لولده، لأن كل من عاش مع كتاب اطلع على أسراره ودقائقه ولطائفه ومنهجه. أنا معايا كتابي اليومين دول بس مش هقول اسمه، عايش معاه، عرفت منهجه، أعرف هو واخد العبارة دي منين، أروح لأصل العبارة لأيه. فكل من عاش مع كتاب يعني أخذ فكرة الكتاب ومنهج الكتاب وعبارات الكتاب قد التحمت بدمه وعظمه، فكذلك هؤلاء. أبو القاسم عبد الجبار المعروف ابن علي المعروف بالإسكاف الإسفرائيلي، توفى سنة 452، كان فقيها متكلما، يعني جمع في البراعة بين الفقه والكلام، كلام يعني كان عالما بعلم العقائد حتى صار له يعني ملكة. وقد واظب أبو المعالي على حضور دروسه، شوف الجملة دي مهمة قوي، وقد واظب على حضور دروسه، يعني ما حضرش مرة وبعد ذلك لم يتبعها بالثانية ولا الثالثة، ده واظب على دروسه ما ترك درسا. فكان أبو المعالي الجويني هو الإمام إذا أطلق في كتب الفقه. وقد واظب أبو المعالي على حضور دروسه، قرأ عليه الأصول وتخرج بطريقته، يعني كأنه شرب منهجه. أبو عبد الله الخبازي محمد بن علي النيسابوري المتوفى سنة 449، كان شيخ القراء في وقته، قرأ عليه أبو المعالي القرآن، ده خد العلوم كلها. طبعا القرآن أنتم أعتقد يعني بتقرأوا ولا ما بتقرأوش؟ في حد بيدرس لكم تجويد ولا لا؟ اعتنوا بهذا واعملوا مقرأة، لابد أن تلين لسانك و يكون لك علاقة شديدة بكتاب الله. أول طلب العلم حفظ القرآن، وهذا هو الذي بدأنا به في بداية الطلب، بدأنا بحفظ القرآن ففتح الله علينا بعد ذلك ويسر لنا الطريق. فلا تهملوا القرآن لا تعلما ولا حفظا ولا اطلاعا ولا وردا ولا 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 إلى آخره. ومن ليس في جوفه شيء من القرآن كان جوفه كالبيت الخرب، خراب جوه.
غير عامر، والخرابة مكان للتعابين. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله كان محدثا فقيها، درس عليه إمام الحرمين وأجازه، يعني درس عليه الفقه والأصول وقرأ عليه السنن وبعد ذلك أجازوا بهذه السنن، يعني جمع بين الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام واللغة. إيه ده بكفاية كده كل ده؟ حسين بن محمد المروزي المشهور بالقاضي حسين، يا الله، بس خلاص ده القاضي حسين ده أشهر من نار على علم في الفقه الشافعي. والمتوفى سنة 462، وهو شيخ الشافعية بخراسان، وتفقه عليه إمام الحرمين. تفقه عليه يعني إيه؟ يعني لازمه حتى صار فقيها على يديه. تلاميذه، ها، الإنسان تظهر قوته بالتلاميذ وبالأشياخ. تتلمذ على إمام الحرمين، تتلمذ على إمام الحرمين عدد كبير من التلاميذ أشهرهم. اسمع حتى تعلم مدى قوة الإمام في هذا الباب. أول التلاميذ أبو حامد الغزالي، خلاص خلصت، اقفل وروح. خلصت يعني اقفل وروح، يعني تتلمذ عليه الإمام أبو حامد الغزالي. هيكون هو إيه؟ هيكون إمام زيه وأعلى كمان، لأن الشيخ أعلى من الطالب. أيوة، حط في دماغك كده. قال أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين، كان فقيها وله 4 كتب في الفقه. ها، مين يقول؟ الخلاصة، وطبع في مجلد، وقد قمت بتحقيقه سنة 2002، وكتبت عليه تعليقات سميتها المنح الإلهية بأدلة الشافعية، وأخذته بعض دور النشر، وإلى الآن منذ 15 عاما ولا تريد أن تطبعه. اللهم اهدهم علينا. قل اللهم آمين. الوجيز ده شرحه الإمام الرافعي في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. أما الشرح الكبير فقد طبع وسماه بالعزيز شرح الوجيز، وعرف في الفقه الشافعي بالشرح الكبير، وأما الشرح الصغير فلما يطبع بعد، لكنه من ضمن الأعمال التي سأقوم بإذن الله تعالى في القريب العاجل بتحقيقها إن شاء الله. أدعو الله لي بالتوفيق، يعني إن شاء الله. واللي هتعلمه هنا هعلمه لكم، مش أخبي عليكم حاجة. لم نؤمر أبدا بكتمان العلم، وكلما رأينا فائدة هنا أو هناك هذه أمانة، ونحن نوصلها إلى أصحابها بإذن الله إن شاء الله تعالى. أصوليا ده لسه، والبسيط، وله مؤلف اسمه البسيط، والبسيط ده كتاب في الفقه الشافعي يعني متوسع العبارة، وقد أخبرت أنه قد انتهي منه كرسالة علمية في السعودية جامعة الإمام. الوسيط طبع في 7 مجلدات، يبقى عندي الخلاصة لخص فيها مختصر المزني، والوجيز والوسيط والبسيط. والوسيط طبع في 7 مجلدات وعليه 10 حواشي، حاشية للإمام النووي. مين يعرف اسمها؟ ها، ده احنا لسه دردشة النهاردة بس كده في حوالين غاية المأمون. اسمها ايه؟ اللي هيعرف هيبقى شافعي لم أرى في الوجود مثله.
نجمة ما تعرفش اسمها؟ خيري انت عارف بس ناسي، لان انا نبهتك عليها كتير وانت كتبتها عندك، ولكن دايما بتنسى. خيري التنقيح اسمها ايه؟ التنقيح. حشية الامام او تعليقات الامام النووي على الوسيط اسمها التنقيح. حاشية اخرى للامام ابن الصلاح مطبوعة معاها، حواشي ابن شرح ابن الصلاح على الوسيط الحموي، حاشية ثالثة للحموي على الوسيط الذي شرح الوسيط ووسع العبارة فيه. وندعو الله أن يطبع كتاب اسمه المطلب العالي، شرح وسيط الغزالي ابن الرفعة، كتاب بديع اطلعنا على بعض نصوصه وعباراته، وهو من أدق وأصعب كتب المذهب، لكنه عظيم الفائدة جدا. اسمه المطلب العالي، شرح وسيط الغزالي. ولذلك لما يقول لك وقال في المطلب، يبقى أنه مطلب المطلب العالي لابن الرفع. طيب الكتاب بقى الأخير، خلصنا من الأربع كتب. متكلم، لا ده آثار في علم الكلام كثيرة جدا، تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، ده حاجة عظيمة. ألف في علم الكلام الكثير، متصوفا يعني له شواهد تدل على أنه قد برع وجاد وأفاد ونفع الأمة بكتب مؤلفاته. إحياء علوم الدين، وإحياء علوم الدين ده إيه؟ كتاب يعني في أدلة تحريم التبرك وتحريم الاستغاثة والاستعلاء، ده كتاب مكتوب لأصحاب الطريق كيف يعبد الله وكيف يسلك إلى الله، هو في إحياء علوم الدين، فاستغني به عن كل كتاب. العلم المعروف المتوفى سنة 505 من تلامذته أيضا الكية الهراسي، كي الهراسي له أحكام القرآن مطبوع، وله آراء أصولية تطلع عليها في كتابه في كتاب الزركشي المسمى بالبحر المحيط. كان فقيها أصوليا مفسرا محدثا. الله، توفي سنة 504. ابن القشيري كان فقيها مفسرا متكلما، توفي سنة 514. عبد الغفار ابن إسماعيل الفارسي النيسابوري كان من أعيان المحدثين والمؤرخين، وكان فقيها أديبا، فقيها أديبا. أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري الخوافي كان من عظماء أصحاب إمام الحرمين، والعظماء دي يعني كان إيه؟ يعني كان لعله من أجل أنه صاحبه فترة طويلة، لعله لأنه كان بارعا، لعله لأنه كان من الطلبة النابهين، وكان مشهورا بحسن المناظرة، يعني ما ناظر أحدا إلا وقد غلبه، يعني كان مناظرا جيدا. ثناء العلماء عليه. قال أبو سعد السمعاني كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته، أجمع العلماء على أنه إمام من الأئمة، وعلى أنه حاز قصب السبق في العلوم شرقا وغربا، لم ترى العيون مثله. قال أبو الحسن الباخرزي في حقه الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسن الحسن البصري، وكيف ما هو فهو إمام كل إمام، والمستعلي بهمته على كل همام، والفائز راحت فين بس كده.
والفائز بالظفر على أرغام كل ضرغام، على إرغام كل ضرغام، ضرغام اللي هو الأسد. إن تصدر للفقه فالمزني من مزنته، يعني كأنه هو يعني إيه صار المزني نقطة من إيه من مطره اللي بينزل. وإذا تكلم فالأشعري شعرة شعرة من وفرته، من فروته بقى وفرته، يعني كأنه شعرها من إيه يعني من شعره الكثير. إيه الجمال ده؟ قال أبو إسحاق الشرازي: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، يعني إمام الحرمين. وقال له مرة: أنت اليوم إمام الأئمة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: وقد سمعت كلام إمام الحرمين في بعض المحافل، صرف الله المكاره عن هذا الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام. يا سلام، لا ده يعني ده كان للملمات رجلا. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن، أخلصت بقى. وقال الحافظ عبد الغفار عبد الغافر الفارسي: إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة المجمع، حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقا وغربا، المقر بفضله السرات والحداة عجما وعربا، من لم ترى العيون مثله قبله. بعد كل هذا يدلك على أنه ليست هناك عبارة تدل على علمه. مؤلفاته: ألف إمام الحرمين كتبا كثيرة في مختلف الفنون، فمن ذلك البرهان، وطبع في مجلدين، وهو كتاب من الكتب يعني صعبة العبارة، دقيق المسلك. التلخيص في أصول الفقه، لخص فيه التقريب الكبير للباقلاني، وهو مطبوع في 3 مجلدات، طبعته دار البشائر الإسلامية، وقد طبعوه على نسخة واحدة. الورقات، وهو كتابنا الذي سنقوم معكم بشرحه وحل عبارته. نهاية المطلب، يعني من لم يعرف نهاية المطلب فينبغي عليه أن يتوب إلى الله إن كان شافعيا، لأنه مقصر. مين ما يعرفش نهاية المطلب؟ وقد طبع في ما يربو على 20 مجلد، شرح فيه مختصر المزني للإمام المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك في الكتاب يقول لك، أي كتاب شافعي يقول لك: وقال في النهاية، وقال في النهاية، وقال في النهاية، يبقى هو نهاية المطلب. ويقول لك: وقال الإمام، هو إمام الحرمين. أول ما تقول الإمام في الفقه عندنا إمام الحرمين، يقول لك: وقال في النهاية، يبقى نهاية المطلب. وقال في المطلب، يبقى المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. فهمنا؟ حاجات مهمة. مغيث الحق الخلق في ترجيح القول الحق، لعله هو الكتاب الذي ألفه في ترجيح مذهب الشافعي على سائر المذاهب. الكافية في الجدل، طبع في مجلد كبير. الأساليب، ما رأيته. العمد في أصول الفقه. العقيدة النظامية، وفاته توفي إمام الحرمين بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في 25 من شهر ربيع الآخر سنة 478. الورقات، نقرأ بقى عن الورقات قبله، لأن الورقات لها شرح كثر. كل ذلك عن الكتاب الشرح وعن الورقات المشروح. الورقات كتاب مختصر في أصول الفقه، وقد سمي بذلك لأن مؤلفه قال في أوله: وهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول في أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ.
يبقى مين اللي سماه يا مولانا؟ هو إمام الحرمين، اسمه الورقات. قال: فالورقات كتاب مختصر في أصول الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه كما ذكر علماؤنا في موطنه في أصول الفقه، يعني في الفن المسمى بأصول الفقه. قد سمي بذلك لأن سمي بالورقات لأن مؤلفه إمام الحرمين قال في أوله، يعني في أول الورقات: وهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ، وسنشرح هذه العبارة بالتحليل والتفصيل عند الوصول إليها. قال عنه الحطاب في قرة العين: كتاب صغر حجمه وكثر علمه، على خلاف الغالب، لأن قليل الحجم يكون العلم فيه على قدر ألفاظه، ولكن هذا الكتاب من الكتب التي يعجب منها لأنه قليل في كثير، ألفاظه قليلة ومعلوماته غزيرة وكثيرة، عظم نفعه، يعني لأنه قد انتفع به خلق كثير، ولأنه تكلم عن العلم في مسائله وعناوينه بطريقة لطيفة وظهرت بركته. ومن ظهور بركته أننا إلى الآن بعد 10 قرون من وفاة مؤلفه ما زلنا نقرأه في مؤلفاته المتعددة وفي شروحه المتنوعة، وهذه بركة عظيمة. أي كتاب يجلس هذه الفترة وما زال الناس يجتمعون على قراءته، بل ويأتون من بلاد بعيدة من أجل أن يقرؤوه؟ إنه الورقات. موضوعات الكتاب: المقدمة واحتوت على تعريف الأصل والفرع والفقه والأحكام الشرعية والفرق بين العلم وبين الفقه والعلم وتعريف العلم والجهل والعلم الضروري والمكتسب والنظر والاستدلال والدليل والظن والشك وأصول الفقه، تعريف أصول الفقه. ثم ذكر في أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة، صفة المفتي والمستفتي، أحكام المجتهدين. فهذه عناوين الكتاب على تفصيل سنذكره في موطنه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالكتاب كما ترون سلس، ونظرا لأهمية الكتاب على صغر حجمه فقد اهتم به العلماء ما بين شارح وناظم وواضع للحواشي والفوائد العلمية، وهذا يدل على ثقل الكتاب وقيمته العلمية العالية جدا. شروح الورقات: الشرح الأول شرح غاية المأمول في شرح ورقات الأصول، وهو كتابنا الذي إن شاء الله تبارك وتعالى سنقرأه سائلين المولى الكريم أن يكرمنا بحل عباراته وبفهم مبانيه، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لكم فيه فتح كبير. في بقى شرح اسمه، هناك شرح بلاش فيه لحسن، أعرف أنتم ما بتحبوش إلا اللغة العربية، وبلاش كلمة بلاش دي، بلاش يعني معناها يعني بلاش. لما تفسر كلمة بلاش هتقول عنها إيه؟ بلاش يعني لا نريدها، تقول له بلاش الحاجة دي، يعني لا تفعل هذا الشيء. لكننا استحدثنا في اللغة العربية بمصريتنا ما زاد في بهاء اللغة. الشرح الكبير على الورقات، الشرح الكبير ده من الشروح، هذه من الشروح النافعة جدا، وهو شرح الإمام ابن قاسم العبادي على المحلي على الورقات، وقد طبع في مجلدين، غير أنه شرح دقيق صعب العبارة كثير الفائدة. فرغ شارحه من تأليفه، لا ده احنا طلعنا فوق. الشرح الكبير على الورقات وشرحها للمحلي للشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي المصري
المصري، لأنه كان يعني ولد في مصر ومات في مصر، وكان له درس مستمر في الجامع الأزهر، وكان فقيها لغويا متكلما بارعا في عدة فنون وعلوم. الشافعي المتوفى سنة 992 رحمه الله تعالى، نشرته مؤسسة قرطبة للطباعة طيب في مجلدين، وكان رسالة علمية. الشرح الصغير للعبادي وهو مطبوع على شرع هامش إرشاد الفحول، وقد شرعت في فترة من الفترات في تحقيقه، ولكنني نظرا للظروف الصعبة وقلة الوقت وقفت عن تحقيقه، لكنه يعني مفيد جدا، لكن فيه صعوبة في التركيب. شرح سعد الدين مسعود التفتزاني، لكن هذا الشرح يعني في نسبته إلى التفتزاني شيء، حتى إن المحقق الذي قام بتحقيقه لم يكمل طباعته نظرا لهذا، لم يوثق بنسبته إلى التفتزاني، وإلا لو كان منسوبا للتفتزاني يعني لوجدت ذلك مشهورا بين العلماء، لأن سعد التفتزاني محقق من المحققين الكبار، فيجتمع الناس على شرعه. شرح تاج الدين الفزاري وطبعته دار قرطبة، وهو محقق على 4 نسخ خطية، وهو يعتبر أول شرح على الورقات. شرح ابن إمام الكاملية أيضا وهو مطبوع. شرح المحلي وهو مطبوع متداول مشهور، أشهر من نار على علم. الأنجم الزاهرات وعندي نسخة منه، وعندي نسخة من كل ما سبق ما عدا التفتزاني. في حل ألفاظ الورقات للمرديني. شرح البلبيسي للورقات، أنا لم أطلع عليه لكنه موجود. شرح ابن قلطو بغى، ذكره في كشف الظنون. التحقيقات في شرح الورقات مطبوع، وعندي منه نسخة، لابن قوان الشافعي، وهو شرح طويل النفس أطال فيه، مطبوع في مجلد كبير، رسالة علمية غاية المرام، في شرح مقدمة الإمام تأليف أحمد بن عمر التلمساني، مخطوط في دار الكتب المصرية. طالعته أيضا الحمد لله عندما ذهبت إلى دار الكتب. قرة العين، شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب المالكي، والحمد لله رب العالمين أكرمنا المولى الباري سبحانه بأن قمنا بشرحه في مضيفة سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية النت من أراد أن يطالعه، وعقدنا فيه الحمد لله دورة. حاشية على شرح المحل على الورقات للسنباطي، هذه الحاشية بفضل الله تبارك وتعالى قمت في سنة 2002 بتحقيقها كاملة، غير أني صددت عن طبعها، هي حاشية صغيرة هكذا للشيخ عبد الحق السنباطي. بفضل الله الحمد لله الذي جمع حياتنا على العلم والاطلاع والقراءة. جامع المتفرقات من فوائد الورقات للملا الحلبي، أنا ما رأيتها. حاشية على شرح المحلي للورقات للقليوبي، موجودة في الأزهرية ومنها نسختان. حاشية على شرح المحلي على الورقات للدمياطي مطبوعة، وأقرأت بعض الطلبات منها شيئا. حاشية النفحات مطبوعة، ده الجاوي ده بتاعك انت مش بتاعنا، تأليف الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي، هو تقريبا من سومطرة أندونيسيا صح كده. وأقرأت بعض الطلبة في سنة 2003 جملة منها. شرح البخاري على شرح المحلي على الورقات، وهناك نسخة منه في دار الكتب المصرية، وقد نظمه جماعة من العلماء مما يدل على
أهمية الكتاب. الشيخ شرف الدين يحيى ابن موسى ابن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي، شرح العمريطي وشرحناه أيضا في مضيفة سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وهو موجود أيضا على يعني الشبكة العنكبوتية بفضل الله تعالى. من أراد أن يطالعه يعني نحن نقول هذا لماذا؟ حتى أنك إذا حضرت لهذا الكتاب وذاكرته استعن بهذه الشروح أيضا لعلك أن تستفيد. المتوفى سنة 890 رحمه الله تعالى في 211 بيت. اشتهر هذا النظم باسم تسهيل الورقات الطرقات في نظم الورقات، وطبع عدة طبعات. شرح النظم، وقد شرح هذا النظم بعض العلماء الشيخ عبد الحميد قدس، وقد قرأ بعض الطلبات علي هذا الشرح. طيب هذا آخر المقدمة. في حاجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وبه أي بالله لا بغيره، وتقديم لفظ الجلالة للأهمية، يعني بالله لا بغيره نطلب العون ونطلب المدد ونطلب الاستعانة. فالاستعانة حقيقة إنما تطلب من الله، وإن طلبت صورة من البشر فالمراد أن نتبرك بهم ونتوصل بهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا فاعل في الوجود إلا المولى الكريم، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. رب يسر يا كريم، اللهم آمين، يعني سهل لنا طرق الشرح وبدايته وإكماله والنفع به والانتفاع. وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. هذه جملة دعائية تدل على العجز والتقصير وطلب المعونة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا قوة لنا ولا قدرة لنا على ملاقاة الأعداء، فاهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم آمين. الحمد لله الذي رفع معالم هذا الدين. الحمد لله الذي رفع معالم هذا الدين. المعالم كما هو في الحاشية جمع معلم، يعني هو العلامات التي يستدل بها على الطريق من أثر، في أثر كده تدلك على أن هذا هو الطريق الذي نسير فيه ونصل فيه إلى الهدف. عارفين عاملة زي إيه؟ وانت مسافر كده من القاهرة إلى الأسكندرية ستجد في لوحات فسفورية تضيء لك الطريق، تنير، هي هذه هي المعالم، معالم الطريق. الحمد لله هو حمد في مقابلة نعمة، وهي أعظم النعم في الوجود. الحمد لله الذي رفع معالم دين الإسلام، رفعها أي أنه بينها وأوضحها للناس حيث لا لبس ولا التباس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الذي رفع معالم دين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد رفع الله هذا الدين وأعلاه في كل عصر من العصور، وبين لجميع خلقه طرق المعاش والمعاد، طرق يعني مناهج التي بها يعيش في دنياه ويصل بها إلى مرضات مولاه.
ويكسب الدنيا ويربح الآخرة. وبين لجميع خلقه، جميع خلقه، من كان على هذا الدين ومن لم يكن على هذا الدين، لكل الخلق طرق المعاش يعني الحياة والمعاد الآخرة بقوانين الشرع والأحكام، بينها على أساس قوانين الدين الإسلامي الأحكام الشرعية بقوانين الباء هنا متعلقة ببينة، يعني وبينة بالقوانين، فالمبين هو هذا الدين في صورة القوانين، والقوانين جمع قانون يعني قواعد، بقوانين الشرع والأحكام، وهو عطف الأحكام على الشرع عطف إيه؟ عطف تفسير، لأن الشرع هو الأحكام والأحكام هي الشرع. قال: والشرع هو ما أظهره الله تعالى على ألسنة الرسل لعباده من الأحكام، ومهد، مهد يعني هيأ، مهدت الشيء أي هيأته، ومهد أصول شريعته بكتابه الأزلي، لأنه كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له. المرتقي يعني الواصل بالفصاحة، الفصاحة في اللغة هي الإبانة والظهور، الفصاحة في اللغة هي الإبانة والظهور، وهي في المفرد، الفصاحة في المفرد من حيث الاصطلاح خلوصه، وهي في المفرد خلوصه من تنافر في الحروف وغرابتها، يعني الحرف مع الحرف بينهما تلاؤم، ليس بينهما معاندة، الحرف إثر الحرف سهل النطق، لأن هناك بعض الحروف إذا وضعتها بجوار بعض يحصل فيها صعوبة في النطق، طش، صعوبة في النطق، ولذلك يعرفون الفصاحة من تراكيب اللفظ، إذا كان اللفظ ليس بين حروفه تنافر يعني في سلاسة في النطق، الحرف ده عندما يضع بجواره هذا الحرف مع هذا الحرف نجد هناك سلاسة في النطق، يبقى الحمد لله ده فصيح. وغرابتها ومخالفة القياس، يعني خلوصها من التنافر وخلوصها من الغرابة، يعني غريبة، لفظ غريب ومخالف للقياس، يبقى إذا خلصت من هذه الثلاثة كان اللفظ فصيحة، كانت على مقتضى القياس، وكانت غير غريبة ومشهورة ومعلومة، وكانت متناسبة في التركيب، كانت حينئذ فصيحة. وفي الكلام، يبقى دي الفصاحة في المفرد وهناك الفصاحة في الكلام، خلوصه من ضعف التأليف، يعني ما يكونش السياق والصياغة ضعيف ركيكة، بل هي صياغة عربية متينة، التركيب وتنافر الكلمات، كلمة بجوار كلمة بينهما مناسبة في النطق، ملاينة، سهل النطق بالاثنين مع بعض، وتنافر الكلمات مع فصاحتها. وفي المتكلم، طب والفصيح؟ قالوا: من كان عنده ملكة يقدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، يبقى عبارة عن هيئة نفسية يستطيع من خلالها أن يعبر عن مراده بعبارات فصيحة جزلة، هي دي الفصاحة. والبلاغة، البلاغة كما قالوا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، الحال اللي هو ايه؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والحال كما قالوا
هو الأمر الداعي إلى التكلم. أنا حالي قد أكون يعني مصدق، فعندما تخاطبني لا تأتي بعبارات للتأكيد، أنا حالي مصدق. طب أنا حالي شاكك، يبقى لابد حينئذ أن تأتي بعبارات تزيل الشك، عبارات مؤكدة. يبقى الحال اللي هو إيه؟ هو الوضع الذي يعني يدعو إلى الخطاب وإلى الكلام. أنت حالك إيه؟ حالك شاكك ولا حالك مصدق ولا حالك متردد؟ طيب، والبليغ هو الشخص الذي يقتدر على تأليق، القادر على تأليف الكلام البليغ. أعلى مقام، يعني هذا الكتاب الذي بلغ أعلى مقام في الفصاحة والبلاغة والبيان ومخاطبة أصحاب الأحوال على مقتضى أحوالهم، وانظر إلى عباراته وإلى كلماته وإلى ألفاظه، ستجدها سهلة، ليست بينها معاندة، ليست بينها خلاف، بل بينها موسيقى. موسيقى يعني إيه؟ يعني تشكل شيئا إذا سمعه الإنسان ارتاح واطمأن. ده كتاب رب العالمين. وأيد قواعدها، يعني أيدها وشيدها وأكدها بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم العربي، فهي لغته ولغة قومه، أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة الواضحة الدالة على أنه أفضل ولد آدم ولا فخر، وإمام كل إمام صلى الله عليه وآله وسلم، هو يعني يتبعه كل من هو متبع، يعني هو إمام الأئمة وأفضل الخلق. وشيد أركانها، شيد شيء أي أعلاه وأحكمه، وشيد أركان شريعته بالإجماع المعصوم أي المحفوظ من الشيطان، حيث إن الإجماع لا يدخله شيطان، بالإجماع المعصوم. المعصوم الإجماع نفسه مش معصوم، ده أهل الإجماع هم المعصومين، صح كده؟ يبقى بالإجماع المعصوم ديت عبارة عن تركيب مجازي، أي المعصوم أهله من الشيطان، معصومون أي محفوظون من الشيطان أن يعني يلبس عليهم أمر دينهم. الغوي الذي غوى وابتعد عن مراد ربه وعن طاعة مولاه، وكل ذم وملام من الشيطان الغوي، وأيضا هم معصومون من كل ذم أي من كل نقص، وكل منام أي من كل من يعتب عليهم، ملام يعني العتب. وأعلى منارها، المنار اللي هو العلم في الطريق، زي العلم في الطريق الذي يرشد الناس إلى يعني مسالكهم، إلى مسالكهم. وأعلى منارها بالاقتباس، الاقتباس يعني الأخذ من القياس، كل ده في المقدمة، ودي اسمها براعة الإيه؟ الاستهلال، لأنه قد ضمن المقدمة أبواب الفن، تكلم عن القياس وتكلم عن الإجماع وتكلم عن الكتاب وتكلم عن السنة. طب ما هي دي الأدلة، هي دي أصول الفقه. بالاقتباس من القياس الجلي والخفي، وسيأتي تعريف كل من القياس الجلي والخفي. وناهيك، كلمة تعجب واستعظام، ومعناه هذه الكلمة أنه بحال في غاية أن يأتي إليه يعني النقص. وناهيك بهذا المقام، يعني كأنه يقول له يعني كفاية عليك هذا المقام، أنت في أكثر من كده. وناهيك بهذا المقام، يعني كأنه يقول أنهاك عن أن
تنصرف بعقلك وبقلبك عن هذا المقام. وهذا نهاية الأمر وخلاصته، وهي كلمة يقال عنها كلمة تعجب واستعظام. الله. وأوضح طرائقها، يعني بيّن طرائق الشريعة بالاجتهاد، ده آخرها. في أجمل من كده؟ في الاعتماد على السبب القوي ذي الالتئام. وأوضح طرائق الشريعة بالاجتهاد في أننا قد اعتمدنا على السبب القوي ذي الالتئام. التئام يعني التماسك المتماسك، السبب القوي المتماسك الذي يتوصل به للشيء. وأشهد أي أقر وأعترف أن لا إله إلا الله، يعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له. شهادة يعني أشهد شهادة، مفعول، مفعول ده إيه؟ مطلق، مبين للإيه؟ مبين للعامل. أشهد شهادة أرجو أن أنجو أنجو بها من الانتقام، يعني من العقوبة يوم القيامة. وأشهد أن محمدا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم عبده الذي صارت العبودية محل شرف وإكرام، ورسوله آخر أنبيائه ذو الشفاعة العظمى يوم الزحام. يوم الزحام يعني يوم ما يعني تزدحم فيه الناس، وهو يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة العظمى في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف، وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا في شفاعته وتحت لوائه ومظلته صلى الله عليه، صلى الله وسلم عليه، على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله. آله سيأتي الكلام عليها بتفاصيلها، واختلف العلماء في من هم الآل، وأصحابه، وسيأتي أيضا الكلام على الصحب. ما دامت الليالي والأيام، يعني مدة بقاء الليالي والأيام في الدنيا، يعني إلى أن تقوم الساعة. أما بعد، نقف عند أما بعد، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وبما قرأنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يصرف به عنا سيئاتنا، وأن يكتب لنا القبول، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا يوم القيامة. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.